طبعا نعيد ونكرر ان باكر لازم الكل يكون موجود. هذا الحفل الاول والحفل الكبير اللي راح يكون بالفجيره ان شاء الله. واذكركم انه برعايه كريمه من سيدي ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره. وصلنا لنهايه البرنامج او نهايه فقره، نهايه اخر فقراتنا في البرنامج. كما وعودناكم اجمل شيء ممكن نختم فيه هو الشعر، ونحن اليوم محظوظين ان نحن معانا الشاعر الكبير والقدير استاذ مبارك الحجيلان، شاعر كويتي. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا فيك اخوي عبد العزيز. في البدايه اشكر قناه الفجيره واشكرك واشكر برنامج 7 على 7، وان شاء الله نقدم شيء يحوز على ارضاكم ورضا الساده المشاهدين. الله يخليك. لا يعني انا من نزلت، كنا برا في الاستراحه، من نزلت صورتك جتني وايد واتسابات والله مسجات. الكل يمكن اليوم بطل التلفزيون على اساس يطالع هذا اللقاء، ونحن محظوظين بتواجدك، منورنا ومنور الفجيره. والله النور بوجود اهلها مثلك وشرواك، والحمد لله ان شاء الله نقدم شيء زين باذن الله. كيف كانت الاجواء في الفجيره وانت اول زياره لك في الفجيره هذه ولا لا؟ هذه الثانيه. هذه الثانيه. طبعا المدينه هاديه واهلها طيبين وحلوه، يعني حلوه الفجيره. اي اكيد. اليوم لو طبعا اي اول سؤال نحن نسال الشاعر اليوم، وين تشوف الشعر في الخليج العربي؟ مكانه الشعر؟ والله مكانته عاليه، يعني بنظري في حراك قوي للشعر، طبعا متفاوت ما بين دوله الى دوله. يعني عندنا في الكويت احس الوهج خف شوي. انا لما قصدت اسالك هذا السؤال اقصد تركيز الشباب اليوم، ممكن يعني في شعراء يطلعون اسمه شاعر لكن المضمون مش ما في مضمون موجود داخل. والله كل يقدم اللي عنده، يعني ما اقول كل الشعراء زينين او كل، في بعضهم شاعر يقدم قضيه، يقدم شيء صحيح الناس تشفق له، الناس تحبه، وفي شاعر ما ودك تسمع له صراحه. اول قصيده كانت شعر ما ودك تسمع له. اي نعم، في شعراء كثير والله ما ودك تسمع لهم لضعف المحتوى يعني اللي قدمه، وفي المقابل في شعراء ممتازين يقدمون اشياء حلوه تخدم المجتمع. منو خلاهم شعراء اذا ما في محتوى؟ والله اشوف السوشيال ميديا هذا عالم، يعني انت مجبور، يعني كل واحد وكيفه، لكن الحكم يرجع اخر شيء للجمهور، والجمهور هو اللي حكم. استاذ مبارك، يعني انا ما اعرف اذا كنت محضر القصيده هي ولا لا، انا يعني مسج واتساب من واحد غالي علي، ولد خالي محمد عبد الله، قال لي يا ليت لو يقدر يسمعنا قصيده بدري عليك اللوم يا ضايق البال. والله شوف، اول شيء سلم لي عليه، ويا محمد طلبتك غاليه، لكن انا محضر شيء جديد يعني. نعم. وحتى بدري عليك اللوم ماني حافظها عدل. نعم، لكن يبشر بالعوض، يبشر بشيء ان شاء الله. نسمع شيء جديد يعني ان شاء الله. شو حاب تسمعنا؟ أبشر. يقول اليوم ضايق، يا ليت الضيق ما يستمر، محتاج فرحة تنسيني عناي وشقاي، لو ظاهري مبتسم في داخلي مندمر، ومواصل من أمس والتفكير رايح وجاي، كتمت ما في لو فيني سعاير جمر، من خوف لا زعل أحبابي وفرح عداي، مرارة الكتم نبلعها، لأن الأمر اللي ينكشف حزني للعالم وبين خفاي، وخس حاجة على قلبي ثقيلة تمر، كلمة مواساة من شخص تنكر عطاي، واللي كسر بي وأنا وياه عشرة عمر، ما بيه الحين لو جاني بيطلب رضاي، واللي تكلم فلا عده بموت حمر، هو ما تكلم وراي إلا عشانه وراي، بعض العلاقات ما نرجي وراها ثمر، ناس ما تحمل وفى الخوة ما هم بخوياي، وبعض العلاقات لا جاتك تجي وتحمر، ويبقى غلاهم غلا أخواني وأعز أصدقائي، ماني معلي اللي جات المصالح طمر، أنا معلي بحزات الشدايد معاي، صابر والأحلام عيت وش بقى في العمر، الظاهر الحظ بعده ما عرف مستواي، تركت كل الأمر للي بديها الأمر، وبذنه تبي تلفي الغيمة وتمطر سماي. الله سلامتك. الله الله، صح لسانك. صحيح. في دوما أغلب قصائدك فيها كذا يعني شيء من الضيقة وشيء من العتاب. والله شوف، هذا السؤال دائم يسألوني،
لكن إن شاء الله ما في ضيقة ولا في، لكن هو يعني تقدر تقول رتم القصايد أغلب الشعراء يقولون ما في، ما إذا في. إذا قال قصيدة غزلية يقول هذا من وحي الغزال، إذا الخيال عفوا وإذا كان في ضيقة ولا شيء يقول لا يعني ما في، بس أنا ما الشعراء ينكرون الشيء ها ما يعترفون أكيد ما حد يكشف أوراقه يعني بكل الأحوال، حتى لو فيه غزل أو فيه ما حد راح يقولك نعم هذه الواقعة صحيح وكذا كذا، حتى لو فيه يعني الحزن ما في إنسان يا عبد العزيز ما فيه ما يمر بظروف ما يمر بمشاكل أنت كل صحيح. الناس، لكن هذا الرتم أنا حبيته يعني لأنه يلامس الكثير من الناس، يلامسني أنا شخصيا، فهذا رتم معين من نوع من أنواع القصيد اللي أنا أحبه يعني. صحيح وجميل جدا. في الحين يعني أول سؤال سألتك يا وأنت قلت لي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلى ناس يأخذون جماهيرية كبيرة ويطلعون طلعات كبيرة، أغلب الشعراء أستاذ يعني من النخبة وأنت منهم ما كان قبل يعني قبل حتى السوشيال ميديا من الأمسيات الشعرية والجلسات الشعرية كانوا يطلعون وانتشرت لهم مواقع قبل ظهور الحالي لمواقع التواصل الاجتماعي، تتوقع أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في الحفاظ على الشعر وأنهم طلعت لنا شعراء أو أنها بشكل الخاطئ يعني؟ لا طبعا، شوف أنا دائما أقول وسائل التواصل الاجتماعي هي قارب النجاة للشعراء، ترى أنا من الناس اللي أو من الشعراء اللي كنت أعاني في النشر قبل وسائل التواصل، أنت عارف المحسوبية وعارف الشلالية كانت شنو قبل، كانت يا مجلات يا قنوات، وإذا مالك معارف وما يدخلونك صعبة تدخل تضيع شوي إلا ما ندر يعني في ناس قلة جدا منصفين، لكن الحين جت وسائل التواصل الاجتماعي عطت مجال كثير للشعراء يعني إنه ينشر براحته، خلاص أنت صارت عندك وزارة إعلام في جيبك خلاص كيفك كل شيء موجود يعني هي نعمة طبعا فيها الإيجابي وفيها السلبي، لأن حتى الحين مثلا تشوف أن الناس ما في محتوى موجود في بعضهم في أغلبهم للأسف الشديد قاعد يطلع بدون محتوى يعني، بس أنه قاعد يأثر سلبا على الشعر، لأنك أنت الحين هذا موروث وعندك جيل ورا جيل ورا جيل، فعندك الجيل الحالي لما يروح يشوف القصيدة بهذا النوع ممكن يؤثر مستقبلا. نعم صحيح هذا صحيح. هذه مشكلة موجودة صحيح فيها، أنا معاك أن فيها سلبي وفيها مو بس الشعر ترى في كل المجالات نعم. بالفن بالغناء فيها الزين وفيها الشيء. مستوى جمعيات الشعر وأكاديميات الشعر في الخليج العربي كيف تشوفه؟ والله ممتازة، خصوصا عندكم في الإمارات ممتازة الحمد لله، نحن عدنا في أبوظبي وفي الشارجة وفي دبي، الإمارات الحراك الشعري أو الشعبي في الإمارات والثقافي صراحة شيء تشكر عليه الدولة يعني. الحمد لله رب العالمين. حاب تسمعنا شيء ثاني؟ أبشر. تبي غزل؟ نبي غزل. حاضر. ليلة حلوة ليلة خميس ونحن في الفجيرة. حاضر. فنبيها غزل إن شاء الله. يقول في جيتك فصل خامس غير الأربع فصول، فيها القلوب الحزينة ترجع لبيتها، وفيها المطر يسقي الأزهار قبل الذبول، هذا التفاؤل وكلماتك لبديتها، وفيها الصحاري اللي منها روت بالسيول، هذه هي جروح ضميانة ورويتها، وفيها التراحيب والعادات في ابن الأصول، هذه يمينك من الطيبة لمديتها، وفيها حلول المشاكل طولت بالحلول، لأني بكلامك كثير أشياء حليتها، أجيك مرهق من الدنيا حزين وملول، وروح ما كان بهضيقة ومريتها، الوقت وياك ما له حل دايم عجول، ويلي على وقف الساعة وتوقيتها، والشعر فيك أنت ما له حد وده يطول، وجهك قصيدة تهيضني وغنيتها، وحنيتك شيء ما له وصف كله ذهول، تذهلني طيبتك وطباعك لعديتها، يا الطيب اللي خفوقك بالحنين وغسول، يا كثر ما شلت عن نفسي وداريتها، ويا كثر ما جيت لك وأنا وراي الحمول، وروح فرحان وهمومي تناسيتها، وياك عاد الأمل وأعلن بموعد وصول، وكل المشاكل بسماتك تخطيتها، وإن قلت لي حيلة ودك وش تبيني أقول، بقول يا حظ نفسي دامك أغليتها،
الله الله سلامتك. الله صح لسانك وياك عاد الأمل وأعلن بموعد وصول. فعلا في بعض الناس بعد يأس أو بعد فقدان الأمل تقابلهم يرجع فيك الأمل مرة ثانية. طبعا طبعا في بعض الصداقات نعمة من الله وتشكر الله أن جابتها لك الصدفة وفي بعض الصداقات ما تحسف عليها إذا فارقتها صراحة. ولأن فعلا في بعض الناس تقابلهم بعد اليأس يرجعون لك نوع من أنواع الأمل بالضبط. اللي يعطي رجع للحياة ويخليك تشعر بالحب ومعنى الحب. يا سلام عليك. لو تكلمنا عن مشاركتك في شعر المليون. والله هي كانت تجربتك اللي شاركت فيها في شعر المليون. والله قديمة شوي. قديمة وايد. اي يعني 2012 في بداية النسخة الأولى أعتقد. لا النسخة الثانية. كانت النسخة الخامسة. النسخة الخامسة يعني. اي نعم كانت تجربة يعني طبعا مفيدة يعني يكفي أنها أعطتني شيء اسمه ممارسة مقابلة الجمهور يعني ساعدتني لكن عاد هي المقياس الحقيقي بعد شاعر المليون أنت وين توجه وين تروح. نعم وخلينا نقول أول قصيدة كانت همزة توصل بينك وبين جمهورك. هي اللي قالها صاحبك محمد عبد الله. هي بدري عليك اللوم. بدري عليك اللوم هي أعتقد أنها القصيدة اللي يعني هي القصيدة اللي تقريبا اشتهرت حيل وغناها علي بن محمد بعد. نعم فهو مغرم محمد عبد الله عشان كذا ناوي يسمعها. لا والله يستاهل لكن واني حافظها والله. ان شاء الله بنسمعها مرة ثانية ان شاء الله. ان شاء الله مرة ثانية. لو تكلمنا الحين عن انا سألتك اكثر من شيء قاعد دوما اركز على نوع الشعر وانواع الشعر. فنحن في الخليج يعني رغم صغر المساحة اللي موجودة لكن في مدارس مختلفة وفي او طرق مختلفة في الشعر. هل هذا راح يتم مثلا نحن عندنا في الإمارات بعض الأمور الشعبية في الكويت أو في السعودية في بعض الستايلات المعينة. هل هذه الأمور الشعبية داخل في كل مكان إن كانت في المملكة العربية السعودية ولا إن كانت في الكويت حتى في العراق عندهم البوذيات أعتقد البوذيات نعم هي وعندنا في الإمارات بعض الستايلات الشعبية الموجودة تشوف هالأنواع الشعبية والستايل الشعبي راح يستمر؟ والله ما أعتقد أنه شوف هو موجود راح يكون موجود لكن استمرار بنفس القوة اللي قبل ما أعتقد. وين المشكلة؟ المشكلة خلاص أنت دخلت على عالم جديد. نعم. يعني حتى الحين تلقى شعراء الإمارات وشعراء عمان اللي قاعد ألاحظها أكثرهم أنهم قاعدين يميلون للقصيد اللي إحنا نقوله كلنا يعني بالكويت والسعودية كله صار القصيد موحد. صحيح. أعتقد أنه صار موحد. قريب من لكن بعض. أي كله قريب من بعض نفس البحور نفس اللهجة نفس لكن قبل لو ترجع قبل 20 سنة تلقى أهل الإمارات معروفين بقصايدهم التغرودة والبحور اللي صراحة أنا أحبها صراحة حلوة تروح لعمان نفس الطريقة تروح للعراق الأبوذيات والكويت فيها الزهيريات في بس الوقت هذا الحين تغير خلاص صارت اللهجة بيضة صارت كل اللهجات متقاربة. لأن شوف لو تكلمنا من النقطة هذه مثل الأبوذيات اللي موجودة في العراق أو اللي موجودة عندنا التغرودة هي مثل الأبوذيات لأنها نجحت في شعراء كبار طلعوا فيها يقولونهم حتى عندنا في الخليج بعض الشباب قاموا يرجعون لها وقاموا يسمعون لها. فتوقع هل تتوقع أن لو في شاعر من الشعراء اللي موجودين حاليا الشعراء الكبار حتى ما كانوا في هذه المدرسة أو ما يجيدون النوع هذا من الشعر لو قالوها ممكن يحببون الجمهور ويجهون الجمهور يروح لهذا النوع ممكن نشوف أجيال جاية تطلع وتحافظ على هذا التراث؟ ممكن في ناس تحبه يعني وتحضر وهذا وفي ممكن ناس ما تقبلها يعني تقول خلاص هذا قديم صار قديم نبي شيء جديد يعني في تلقى اللي تقبله مثل التغرودة كان عدنا هنا كان يقول في 6 ولا عدد أصابع اليد لأن هي محصورة على المنطقة الشرقية عدنا نحن في الإمارات وكان عدنا ضيف كان يتكلم كان يقول يعني لو على أصابع إيدك الناس اللي موجودين إيه بالضبط أنا قلت لك هي موجودة لكن بشكل قليل بشكل قليل أي نعم فإن شاء الله ترجع لنا جميلة جميل التراث جميل نحن والله ما أعتقد أنها راح ترجع صعبة جدا إلا راح تنسي ما راح ترجع زين لو تكلمنا عن الدواوين اللي أنت كتبتها دواوينك الخاصة الشعرية أنا عندي ديوان قبل سنتين ديوان كتابي وديوان صوتي وإن شاء الله فيه فكرة أن ديوان أعتقد يمكن بعد سنة أتوقع أني راح أنزل ديوان ثاني إن شاء الله أنا في سؤال مهم صحيح. الحين تشوف أن الديوان الكتابي أو الصوتي وين الأنجح وين اللي راح ينتشر الصوتي أكثر؟ ما في مقارنة الصوتي أنجح الكتابي توثيق فقط عبد العزيز ما حد قام يقرأ الحين صراحة
هذا عصر السرعة يعني. أنا ما أقرأ، أنا بسمع بس، بحطه بالسيارة وبسمع صح، أو بحطه بنزل تطبيق وبسمع على راحتي، بسمع ما لي خلق أقرأ، لأني بعضهم الناس ما يعرف يقرأ القصيدة صح. عالم السرعة الكتابي توثيق للشاعر أنه يتم له توثيق في المكتبات، الصوتي للناس والجمهور. حتى أشوفه في السوشيال ميديا الانتشار بسرعة، لأن السرعة اللي موجودة فيه إيه طبعا يعني صوتي لك في خلال دقيقة مثلا في انستغرام وغيره في التواصل الاجتماعي. شو حابة تسمعنا بعد؟ بنكون غزل ما نطلع برا. أبشر، هذه غزل لكن اللي بعدها مو غزل. ليش بس؟ هذه غزل الحين بقولها لك. فيه مهندس الصوت الله يمسي عليه بالخير اللي عندكم طلب قصيدة كسر الظهر. نعم. وانتوا غاليين وهو غالي. الله يسلم. زين، وقلت له تم وخلاص يبشر. ظهره مكسور وحليل مجروح هذا. يقول قل برحل بصمت ما يحتاج شيء معروف، لأنك إن قلت برحل صار دمعك نهر، تمريرتك لي بالضحكة وكثرة الحلوف ما روقتني، وسيف البعد قدمي شهر. قلها بلاش التعذر بالتعب والظروف، أنا أعرف اللي يبي يرحل وهذا القهر، تدري متى صار لي قلب الوصلك شغوف، من صار يومك إذا غبته بعيني شهر، ومن بعدها صارت الجيات جية ضيوف، علمني وش فيك وادفع لك سنيني مهر، قلها ترى كثرة العذار عية تطوف، وترى اللي خفيه قلبك في دقيقة ظهر، من نبرة الصوت لا منك نطقت الحروف، ومن يوم عفت السهر وأنا ندي مسار، ومن شفت قاسي مردك يا الحبيب العطوف، أكتبك وارسل لك أبياتي وترسل زهر، قلها ولو كلمة الفرقة بها حرق جوف، لكن فراقك بلي أسباب كسر الظهر، قلها بحس بمرارتها وعيني تشوف، ووعدك يبقى قصيدي فيك طول الدهر. سلامتك. الله 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 عليك، دوما تأخذنا لما تبدأ القصيدة تأخذنا لمكان بعيد. إن شاء الله ضايعين شوية بعيد بإيجابية بس. لا بإيجابية على طول، بإيجابية إن شاء الله. والساحة الشعرية تكلمنا عن الساحة الشعرية وايد، وتكلمنا عن الشعراء وايد، وكان لك كلام جميل قلت بعض الشعراء ما يستاهلون يكون شعراء. إيه طبعا، هاي أنا كتب أركز عليها وايد، لأن هذا الحاصل يا عبد العزيز، بعض الشعراء للأسف والله أننا نخجل أننا نسمع لهم، بعضهم يعني، وبعضهم لا والله فخر، فخر أنك تسمع له تحب قصايده، بعضهم أساء للشعر، أساء للشعر بشكل يعني مقزز صراحة. زين لو نحن نقول أساء، معقولة أن من السوشيال ميديا الدائم يعني الجمهور السوشيال ميديا هو اللي خلاه يظهر بهذه الصورة، ولا أكيد يعني في شيء غيره وقف وياه، وفي ناس ثانيين وقفوا وياه، لأن مش بس السوشيال ميديا اللي بتخلي الشاعر يطلع بهذا أو الشاعر مو هو شاعر تخليه يطلع بهذا المستوى. لا شوف، الجمهور بعضه منصف صراحة وبعضه ما يدري، يعني بعضه منصف ينصف الشعر وبعضه ما يدري، لكن مو هذا قصدي، قصدي إنه هو المادة اللي نزلها ما تليق يعني بصراحة، يعني ما تليق بالشعر، أو إن أبياته ركيكة أو أبياته ما تليق للذوق العام صحيح. هذا اللي أقصده، لكن بركة فيه بعض الشعراء لا والله شهادة فيهم مجروح. اللي يميز الشاعر يعني من شاعر إلى شاعر ثاني الاختلاف اللي موجود بين الشعراء، شو اللي يميز الشاعر مثلا من شاعر لشاعر معين؟ وين الميزة اللي موجودة بين الشعراء؟ كل شاعر اسلوبه الخاص، يعني ما تقدر تحكم، يعني في شاعر يمتاز بالغزل تلقاه قصايده فيها نوع من الغزل العفيف اللطيف اللي يشدك، وما يمتاز إلا بالغزل، وفي شاعر يمتاز بالحكمة وقصائد الحكمة وتستطعم حكمة الحياة وحكمة الدنيا بقصائده صحيح، وفي شاعر قوي في المدح، شاعر مدح قوي، وهم في شاعر قوي في الهجاء، كل شاعر له اسلوبه الخاص، صورة خاصة. يعني في بعض الشعراء أمانة أنت ما تحفظ أساميهم، تحفظ قصائدهم كثير والله، وتحفظ أبياتهم. نعم. فأنا واحد قال لي، وأذكر مرة قال لي متى تعرف أن هذا الشاعر هو شاعر،
لما تكون حافظ لها قصيده ولا حافظ لها كم من بيت؟ يا رجل لو حافظ لها بيت هو قال له انت قال لي لو تعرف انه شاعر شوف كم واحد حافظ لها. اي نعم بالضبط الكلام اللي قاله صحيح 100%. الشاعر دام انه في ناس تحفظ له يعني يعتبر انه وصل للناس. اما شاعر ما نحفظ له ولا بيت ولا ندري هذا دليل انه ما قدم شيء زين، ما قدم ماده زينه اصلا. نعم. طبعا قبل نختم عفوا بس انا اليوم شوي تستاهل السلامة شوي الجو مع تغير الجو اللي موجود. طبعا احنا قبل لا نختم يعني ولا شيء بنسمع منك كلمة أخيرة قبل لا تقول القصيدة، أي كلمة أخيرة حاب تضيفها ولا شيء؟ الكلمة الأخيرة أقول أكرمكم الله يا أهل الفجيرة وبيض الله وجهك يا عبد العزيز، وشكرا لكل هذا الكادر الجميل، شكرا لمخرجنا المميز، شكرا لقناة الفجيرة، الشكر لك ونورت الفجيرة. كلمات الشكر تعجز والله. أستاذ مبارك إن احنا بنرجع لك، أنا بشكر المشاهدين، شكرا لكم وشكرا لطاقم العمل، شكرا لكل من شافنا، نهاية أسبوع سعيدة. بس أنا هنا بختم وياكم لكن أطلب من الأستاذ مبارك وأشكر على حضورك، بس أتمناك أني أنا بطلع خلاص أباك تختم بقصيدة. إيه أبشر. يا ليتها كانت غزلية بس خلاص ما لا لا مو غزل. تفضل. هي مقطعين من قصيدة. يقول يا صاحبي بين المكشوف إلى متى وضعك الزايف، لا تحسبنها علي الطوف، حاول تركد ترى شايف من بيننا عشره ومعروف، لا تنقل الهرج للهايف، ادري بك لطيحتي ملهوف ويا صعبها والجبل نايف، صديت ما هو عشان تشوف هذه ترى صدت العايف، يا طيب شخص اللي يحس بغيابك يجيك ولا جاك كنه يقول اني وفي من وفاك، اللي يدينه اليا من طحت تقضب ويديك واللي وقف ما تفاخر عند هذا وذاك، ترى الوفي في غيابك لو حكوا يحتميك، وفي مزارق الطيب وعلوم الوفا ما نساك، واحقر بشر من يضحك بك ويضحك عليك، واللي زعلت وصدمته قال لك من غلاك، شخص اني نقصك عند الناس ما يشتهيك، والله ما يشتهيك ولا درى عن سماك، اعرف هالاشكال لو تثقل عليها تجيك، بعض الأوادم يحبك لعطيته قفاك، ومن يحترم رفقتك ويصونها مشتريك، هذا تحطه قدم وجهك ولا هو وراك، ومن يوصلك بد خلق الله وجاي ينتخيك، لو ما هقى فيك هقوة ما تعنى وجاك، افزع ومن حط هقواته بفعلك يبيك توقف معه واشتره بالروح يومه شراك، لمت محتن خويك لابن عم وشريك، ما راح تاخذ سوى أعمالك وذكرك معك. سلامتك.